مجموع ارقام العدد 999 تربيع. طبعا يا جماعه عشان احسبها كده الموضوع، عشان افك ده تضرب نفسه مرتين صعب شويه. طب الافضل اعمل ايه؟ عباره عن الرقم ده اهو، 999 تربيع عباره عن 1000 ناقص 1، 1000 ناقص 1، واقول له تربيع للكل وافك المقدار ده يا جماعه. المقدار ده 1000 تربيع، مجرد بس احط الواحد مضاعف الاصفار يبقى عندك 6 اصفار. واضح كده؟ ناقص الاول في الثاني في 2، 1000 ضرب 1 ب 1000 في 2 ب 2000، زائد الثاني تربيع يا جماعه ده تربيع برضه، ربع الواحد يبقى بواحد، خليه هنا يبقى زائد واحد، يبقى مليون وكام؟ مليون وواحد. واضح؟ اما اضح ده يا جماعه دي معلش هكتبها هنا، يبقى ناقص 2000 ونطلع عادي جدا. يلا 1 ناقص 0 ادا 1، حط الصفرين هنا، 0 ناقص 0 ما ينفعش، هسيب قد كام؟ 10، ودي بقت 9 و9 وده 0، يبقى هنا 8 وهنا 9 وهنا 9. نجمع يا جماعه عندك 1 زائد 8 9، و9 18 زائد 9 كمان يساوي 27. اجابه